السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على الاتحاديه الجزائريه والاتحاد العاصمه. يوكلون محامي تونسي علي عباس المختص في صراعات رياضيه على مستوى الطاس، يعني كل واحد يضرب على روحه. عطاو 24 ساعة وقيلة الاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي بارد شيء يعني الوقت المحدد، يعني باش ما يقولش باللي الاتحادية الجزائرية تجاوزت الاتحاد الافريقي وراحت للطاس. عطاتهم 24 ساعة، انتظروا انتهاء المهلة. ايوا صحيح، هذه هي اخويا اللي يقول لك باللي لازم، لا لازم يقارعوا حتى لجنه المنازعات تاع لافريك. تاع اش نزعت المنازعات تاع لافريك؟ كاين لجنه المنازعات تاع لافريك، كاين لجنه المنازعات. شنو نقول لكم كلمه نعطيكم حاجه؟ المغاربه راهم ناسين هادو لافريك اصلا 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 هادو كانوا مدقدقين، كانوا مدقدقين الجزائر ومدقدقين المغرب في الرياضه. هذه متالي كاع اللي نبدا نقولها انايا، هذه اللي نبدا نقولها. أو كل واحد يضرب على الطرف تاعه، ضرب لازم الاتحادية الجزائرية جات كيما يقول لك سباب والية حدورة، سباب والية حدورة، فهم سباب والية حدورة. كان يقول لك بلي علاش يا ودي راهم يخدموا ضروك، هي هذا موتسيبي، هذا الأخطبوط تاع موتسيبي، هذا أخطبوط بدون أعين، عنده اليدين كبار بصح بدون اعين. هذا التاجر، تاجر هذا التاجر، هذا التاجر، هذا تاجر وصعيك وحطوه، هذا محطوط، هذا ما هذا غير منتخب، هذا جابوه حطوه، هذا غير منتخب. داروا انتخابات وداروا منها بصح كانت باينه، خاطش علاه جا الانفرتينو، جا لافريك بالطياره تاعو، ضرب منا راح لموريتانيا، زاد راح النيجر، راح من ايوا ديروا تشوف هذا، حطوا هذا. يعني الفيفا اش داير الفيفا؟ الفيفا لا دخلت كأس العرب تحت اللواء تاعها ولا اعترفت بكأس العرب، صابت 24 اتحادية، 24 اتحادية، هاك اش داير المساهمة الخليج؟ أو مالك أصاحبي هاو لازم تعرفوا، لازم تعرفوا الصوالح، أو تنقولوا لكم، أو تنجو حنا نقولوا لكم. وين هذا المحامي وهو علي عباس؟ هو من انتصر للترجي على حساب الوداد وكان محامي بلايلي وعدة نجوم آخرين في صورة المصري كهرباء، لديه إنجازات كبيرة على مستوى الطاس. شوبير على ألا يوجد محامي في البلاد، محامين في البلاد شرفاء؟ لقد هاجروا الجزائر. يا ودي احنا شو يا خويا، علاش الجزائر ما فيهاش محامين؟ علينا الانسحاب من كل دورات لنستثمر الاموال فيما ينفع البلاد والعباد. انا تفكرت واحد برك، قسما بالله لا تفكرت واحد شي، امنوني بالله لا تفكرت واحد، قسما بالله العلي العظيم تفكرت واحد البلاد مزروق جا في راسي. هذاك عبار مازار، هذاك مراد مازار، مراد مازار اللي قال للشعب الجزائري كلوا المقروط، ماشي مكافحة الفساد العالمي، وين راه؟ ماشي مكافحة الفساد العالمي، أين أنت؟ مراد مازار وين راك؟ ماشي مكافحة الفساد العالمي، وين راك مراد مازار؟ نورمالمون هذا الوقت تاعك، لا نورمالمون هذا هو الوقت تاعك باش تبان، هذه هي البريكوله اللي لازم تبانوا فيها. علاش تخلي الناس تروح لتونس وتروح لفرنسا مستشارين خبراء يشوفوا ويتروحوا لتوانسة؟ على ما عندكمش، ما كانش لهنا مراد مازار وهو رئيس لجنه مكافحه الفساد العالمي، واه ولا لا؟ ايا تفكرته، يا الهيصر يا اللي خروطو اللي كنتو تقولوا لنا رئيس لجنه مكافحه الفساد، وين ها ولا وين راه؟ يخرج يدي لكم دفعه معنويه اللي خروطو اللي في الفيسبوك وكلش.
هيا هيا صايكي هيا لا سهله وكلش هيا تشوف يا ودي يا ودي يا ودي يا ودي يا ودي اه ودي تسمعوا بها تاع اه ودي اه ودي اه ودي اه يا اه ودي يا ايوي قالوا لعمكم عمو هشام يجيب لكم الاخبار قالوا لعمو هشام يجيب لكم الاخبار عمو هشام على مصيبه شو كيفاش يا كاين كاين هذه الامور هيا تفكرتها والله تفكرتها مراد مازار راك مطلوب راك مطلوب يعني خويا مراد مازار ماذا بيك هذا البريكوله لازم تديرها مراد مازار هيا نحن ننتظر يا مراد مازار ماذا بك مراد مازار أي أنا قارولك مراد مازار ماذا بيك ماذا بيك مراد مازار أخرج لنا يعني بحاجة مليحة أعطي دعم معنوي اللي خروطوا باش يخرجوا يهضروا أنا نقارو المهم رانا نقارو هاي فكرتك والله العظيم يعني شتا ولا وقت وقت اللحم قول لهم يا ودي كلوا اللحم وفي غروسكم ياه وقت اللحم من المقروط للحم هاي هذا هو الوقت تاعكم تاع يا مشاكرة الكوافير كاع هاي هذا هو الوقت اذا ماك بنادم لازم يفوت يخرج فيها والله العظيم هذا هو الوقت ديشر ماذا بكم باش نولوا نطوروا روحنا باش على نروحوا للتوانسه وحنا عندنا رئيس لجنة مكافحة الفساد العالمي الرياضي مشي واحد خطر قال لكم غادي نزنزلوا الفيفا مشي قال لكم انا اللي طردت انفرتينو انا طردت فلان طردت بلات بلاكير بلاتير يا هيا 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 لا جاتك فرصة
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيو لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد، واللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. سعيد.